فيصل الله يرحمه، الملك فيصل. الملك فيصل كان راجل عظيم، كان راجل عظيم، يعني مما يروى عنه ان كان في لما طلع التلفزيون وكده كان في اتجاه ضد التلفزيون، وجم رؤساء قبائل وعربان وبتاع يعني علشان فقعد وقالوا له وجهة نظرهم وكل حاجة، قال لهم طيب ماشي. لما نزلوا ما لقوش المرسيدسات بتاعتهم، لقوا الجمال بس. قال لهم فين العربية، فين فين؟ قال لهم والله ما فيش، جلالة الملك بيقول الحاجات دي كفر وما يصحش ناخدها، ما فيش الا الجمال، روحوا كلموا. فشوف الرد البليغ، الرد البليغ، ولا نقاش ولا كلام. ما هو ده برضه نتيجة المجتمع الكافر، فأنا عالم بقى رفضه، رفضه كله بقى، ما تجيش للمرسيدس تركبه والتلفزيون تصور عليه. نفس الحكاية برضه هنا، يعني الجماعة اللي بيسموا بعضهم طبعا اتجاهات مش إسلامية، كلها اتجاهات دخيلة ومريبة ومأجورة وكده، يعني يقول لك ده كفر، المدرسة كفر، وعلم كفر، والجيش كفر، وفي النهاية لأن بقى بناخده من الغرب، طب ما انت المدفع اللي انت بتقتلنا بيه جايبه منين؟ بس في هذه الفكرة كلها.